تمكنت الفرق الجمركية العملية التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بشلف من القيام ب217 عملية حجز تسمى البضائع ذات طابع تجاري وأخرى محظورة، حيث تتمثل أهم البضائع التي تم حجزها: الكيف المعالج 3 قناطير و55 كيلوغرام و500 غرام، 71946 قرص مهلوس، المفرقعات والألعاب النارية 149381 وحدة، كما تم كذلك حجز 303 ورقة نقدية مزورة من عملة الأورو، الأسلحة والذخيرة بندقية صيد زائد مسدسان، بالإضافة إلى 52 خرطوشة بندقية، 6078 مختلف المشروبات الكحولية، 85 وحدة مختلفة من العتاد الحساس تتمثل في جهاز تالكي والكي ولاسلكي، منظار ميدان، تلسكوب، كاميرات مراقبة وطائرات درون، بالإضافة إلى عتاد طبي مستعمل، مع حجز 32 وسيلة نقل قدرت قيمتها بأكثر من 402 مليون دينار جزائري.